لو الحكاية فيها إن فيتو. اسم الطالبة مارلين الحاج سعد زاد، قريت بني محمد، كنت بمتحن طالبة في ثانوية عامة، بمتحن في مدرسة جمال بورعب أبو جرجاس. أديت امتحان اللغة العربية وامتحاني ما عندوش غلطة، كان في أسئلة ألف وب اختياري، حليت ألف وب الاتنين. فيوم السبت عدى عادي، وامتحنت اللغة العربية وامتحنت الدين، واليوم عدى تمام. جيت امتحان يوم الاثنين، كان عندي اقتصاد واحصاء، وانا بمتحن الاقتصاد مراقب اللجنه طلع لي بيقول لي دي لجنه ثلاثه، فقلنا اه. بيقول فين الطالبه مارلين اسحاق، فرفعت ايدي وقلت له انا. قال لي رقم جلوسك كذا كذا، قلت له اه. قال لي عايزك بعد الامتحان، قلت له حاضر. جيت في الفسحة، رحت للأستاذ بقول له في حاجة، قال لي طب ثانية ومش عارفة ايه، وفي شغل ان هما ما اهتموش بيا، ما اهتموش ان انا واقفة، رتعوني برا واقفة ولا كأني. فالمحققة القانونية الدكتورة يسوتا مديحة هي اللي قعدت معايا وبتسألني عايزاك تمضي انك امتحان ورق اللغة العربية سبتها على بياض، ما كتبتش في كلمة. قلت لها لا طبعا، انا ازاي ابقى كاتبة وما عنديش غلطة، وازاي امضي على كده؟ قالت يعني انت مش هتمضي؟ قلت لها لا طبعا. قالت طب عايزاك تمضي اثبات حالة اللي انت بترفضي كده. قلت لها حاضر همضي. فقعدت معاها ومضيت، وطلعت في الاحصاء بمتحن مش في حالتي، او الموضوع مش ان انا ما دخلش في دماغي قوي كده، او صعب بالنسبه لي. فانا بمتحن في استاذ طلع لي بيقول لي عربتي كلمه الصدق ايه في النحو؟ اقول له عربتها اسم إنا منصوب وعلامة تثبيت الفتحة الظاهر. راح فتح ورقتي لقيني ان انا بحل ومكمل، راح قال لي خلاص ما تزعليش، دي الورقة اتبدلت، انا في واحدة اسمها مريم مسحاج من ابيوها، دي الورقة بتاعتها جسمت في العربي، فرقم جلوسها 58، انا رقم جلوسي 85. فقال لي حل وما تتوتريش، خلاص رقم الجلوس ده اتبدل. وانا كنت عارفة من يوم السبت اللي هي جسمت، فعادي اليوم عديته عادي وخلاص، وكملت امتحاني وطلعت. فانا طلعت راح مراجعة الانجليزي عند المستر بتاعي استاذه مديحه، لقيت رقم 010 بيرن علي ما اعرفوش مين. فانا اول ما فتحت بقول الو، بتقول لي معايا طالبه مارلين، بقول لها اه حضرتك مين؟ قالت لي انا الاستاذه مديحه المحققه القانونيه اللي كنت بتكلم معاكي. قلت لها ماشي. قالت لي انت فين؟ قلت لها لسه في ابو جرجاس مكاني. قالت لي طب ترجعي لي بسرعه، ما تحضريش مراجعه الانجليزي. قلت لها حاضر. رجعت لها، فالظابط اللي بره ما رضيش يدخلني، قال لي رايحه فين يا طالبه حضرتك؟ رايحه فين؟ قلت له رايحه على الاستاذه مديحه. قال لي ما ينفعش بعد الامتحان، بعد ما تطلع من لجنتك ما ينفعش انك ترجعي تاني. فقلت له طب خلاص ماشي. طلعت بره المدرسه، طردوني بره، فطلعت بره رنيت على استاذه مديحه، فنزلت خدتني. فالظابط برضو مرضيش يسيبني ان انا ادخل، راح قال لها هدخل معاكم واشوف اللي بيحصل. قالت له اتفضل تعالى معانا. دخلت تاني، قعدوا ان هما بيمضوا فيها ورق، مضيت كميه ورق ضخمه، وانا الورق ده فيه اللي كنت بقراه والتاني ما كنتش بقراه، وكنت بعيط. فطلعت لحد ما وصلت البلد هنا كانت 4:45. فانا ما رنتش على بابا ولا على ماما ولا قلت لاي حد. فانا اتفاجأت ان هم عرفوا، بس وانا في الفكره محدش كلمني ولا حد قال لي عليا حاجه، سابوني لحد ما ارجع البلد. فاول ما رجعت انا طالعه السلم انا بعيط ومنهاره، دخلت الاوضه هغير هدومي، راح بابا قال لي لا مش هتغير هدومك، هتطلع معايا تاني هنعمل محضر. قلت لهم ماشي. طلعنا رحنا عشان نعمل المحضر، محدش مهتم، بيكلموني هم قاعدين اللي نايم. انا بوجه رساله لحضرتك، انا بنت من ابنائك وبعتمد على ربنا ثم على حضرتك ان هم يرجعوا لي حقي. انا فعلا حاله بامانه، انا حاله، انا لو مش حاله هعمل كده ليه؟ ولو اي طالبه مكاني ازاي في اللغه العربيه؟ لو في ماده تانية تقول لك اه، انا في اللغه العربيه كله بيحل، كله بيطلع، ويهتموا بالطالبات اللي بتبقى كاتبه، بتبقى حل حرام، حرام ان طالبات صحابنا ينتحر ليه؟ في